صدى اف ام، صدى اف ام، صوت الجنوب الشرقي، عين لرصد احداث الساعه. فيما يخص الجديد الذي اتى به مرسوم دليل المساطير لهذا السنه 2019، هناك مجموعه من النقاط ومن بينها للذكر للحصر مثلا هناك تكييف الاجراء فيما يخص ذوي الاحتياجات الخاصه، هناك المراكز فيما يخص مراكز الاجراء، فيما يخص مراكز التصحيح، فيما يخص دليل مصحيح، دليل مراقب الاجراء الى غير ذلك. الاكاديميه يحضره الساده المديرين الاقليميين وكذلك رؤساء المراكز الاقليميه للامتحانات ورئيس المركز الاقليمي للامتحانات وكذلك رؤساء مراكز منظومه الاعلام. فيما يخص الجانب الامني هناك مجموعه من اللقاءات على الصعيد العمله تحت الاشراف الفعلي للسيد العامل ويحضره الجميع وتحضره جميع السلطات الامنيه بحيث يتم الاحاطه بجميع الجوانب التي تهم الامن وكذلك تهم السلامه الى غير ذلك. تامين نقيل مواضع الامتحان من والى الاكاديميه وكذلك من المديريه والى مراكز الاجراء تامينا 24 ساعه على 24. فيما يخص المراكز هذه السنه عندنا 16 مركز للاجراء، هناك 9 في الوسط الحضري و6 مراكز على الصعيد القروي، ويبلغ عدد المترشحين إجمالا 7245 منها 1113 من الأحرار، منها السنة الثانية بكالوريا 3191 والسنة الأولى بكالوريا 2941. فيما يخص مراكز التصحيح فعملية التصحيح تبتدئ فور الانتهاء من عملية الإجراء، أي تبتدئ يوم 14/6/2019، وحضرنا لهذه العملية 4 مراكز، 3 في المجال الحضري ومركز واحد في المجال القروي. إذن هذو هما الإجراءات والتدابير التي اتخذت لتأمين وكذلك للرفع من جودة الإجراء وكذلك جودة التصحيح وكذلك الرفع من نسب النجاح إن شاء الله، ونتمنى التوفيق لمترشحتنا بحيث نتمنى أن يكونوا من الأوائل وأن يحصلوا على نتائج إيجابية أحسن من السنة الماضية. مراقبي الإجراء فأؤكد لهم أن الإدارة إدارتنا اللي هي وزارة التربية الوطنية وجميع الأجهزة بما فيهم وزارة الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية تؤمن لهم سلامتهم البدنية فيما يخص كل ما يمكن أن يقع في هذا الجانب هذا. لهذا نهيب بجميع السادة الأساتذة والأستاذات أن يحاولوا أداء مهامهم بكيفية عادية وأن لا يستحضروا أي تشويش أو أي محاولة لأن يتعرضوا إلى ضغط نفسي أو جسدي إلى غير ذلك. فنحن هنا رهن إشارتهم للحفاظ على سلامتهم ولمواكبتهم وللوقوف إلى جانبهم في حالة تعرض أي واحد منهم لأي اعتداء سواء لفظي أو جسدي. صدى اف ام، صدى اف ام، صوت الجنوب الشرقي، عين لرصد أحداث الساعه.